عرفتيني صايبت حيره ديال الان ديال ماما وقلتوا لي كي كديري العطاطا هانتوما. بعدا كناخذوا الماء بارد، الا درتو الماء سخون ما كيتكور وما كيتطلقش، يعني خصنا نديرو جوج معالق مثلا جهد ايطرو لا روب ديال، من بعد كنحركو في الماء بارد الكوبيده شفتو باش ما يتكورش. عاد غنشعل دابا البوطه شفتو صافي كيدوب، ولكن يلا كيبدا يسخن عاودوا ليه التحرك باش ما يلصقش. فوالا غندير فيه زويته ديال الزيتون وشويه مليحه وتخليوه يطيب جهد على الاقل واحد 30 دقيقه، حيت هو ماشي بحال البلبوله كيطيب دغيا كيشد شويه الطياب شويه مليحه. منين يطيب الكوبيدات وتزيدوا حليبه زيدوها، ما بغيتوش كتشربوه غير بحال هكاك، هو راه صحي لوليداتكم الفقر الدم الناس ديال الصباح اللي بغاو يشربوا شي حاجه صحيه. من بعد كلي كيزيد فيها الكوبيدات شويه ديال الزبده، انا ما كنزيد الزبده صافي حدو كيطيب هاد زويته الزيتون صافي. كلي كيبغي شويه حلو الا عندكم معلقه ديال العسل الحره ديروها، ما كاينش من احسن هذا وكاع الحلاوه الكوبيدات. بيزو بيزو احمي جات الكوبيدات شي واحد العويط القرفه صغير شفتو قداش ملي تبقى تطبخ صافي شتو وراه النار مهيله. وشنو بغيت نقول لكم الكوبيدات نقدروا نزيدوا فيها النافع، النافع الرقيق، النافع الرقيق اللي كنقولها مثلا حبه حلاوه ما تخطاكمش الكوبيدات. سخنوا الماء حتى يغلى وكبوه عليه وخليوه حتى يدفى وشربوا واحد الكويس صغير، راه كيصفي الدم كيصفي الكلاوي وحاجه اخرى كيحيد كينقص فقر الدم وزوينه كبيدات وكيفش القولون العصبي اللي سولتني عليه واحد البنوته البارح، كيفش القولون العصبي والقولون العصبي راه حتى من لو ستريس الكبيدات. ايوا راه الافكار عامره غير العقليه مشيت تتعافى كروني ونرجع لكبيداتي حميشاتي وكل كبيدات. السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي داير مع الصحه امكم هاني كي دوزتو هنايا كلشي لاباس؟ انا لاباس يخلي عمركم. شكرا كبيدات، انا ملي كنغسل الطوموبيل ولا باش حاجه مهم خيره بغيت نشارك معكم هذه الخيره الزوينه ليكم. هذا العود ليكم الكبيدات، ليكم الكبيدات ديال الغزاله ديال الحميشات.